السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا وطالباتنا في الصف التاسع وكل من يستمع إلينا، نكمل اليوم سلسلتنا التي بدأناها في دروس قواعد اللغة العربية، وقد تعرفنا من خلال هذه السلسلة على التوابع في اللغة العربية، وهي كلمات تتبع ما قبلها في أمور كثيرة، منها علامة الإعراب بشكل خاص. وعرفنا من هذه التوابع العطف والنعت والتوكيد، وسنتعرف اليوم على البدل، وسأكون معكم مدرس اللغة العربية إبراهيم ناصيف. بداية لنقرأ معا النص الآتي، وانتبهوا إلى قراءتي وإلى الكلمات التي أقف عندها. ورد في الجزء السادس من كتاب الأغاني لصاحبه أبي الفرج الأصفهاني. قبل أن نقول أبي الفرج الأصفهاني، قلنا من كتاب الأغاني لصاحبه. من هو صاحب هذا الكتاب؟ كلمة صاحب مهدت لشيء بعدها، هيأتني لأستقبل كلمة جديدة، فمن هو صاحب هذا الكتاب؟ إنه أبي الفرج الأصفهاني. كان الشاعر ابن الرومي راوية لأستاذه ثعلب بن حماد. نلاحظ أيضا أن كلمة أستاذ هي التي هيأت عقولنا ومهدت الكلمات لتأتي كلمة جديدة وهي ثعلب بن حماد. كما كان عارفة بالعربية، فهنا تخطر ببالي أمور كثيرة، هل هو عارف بشعر العربية أم بكلامها أم بنثرها أم بمفرداتها أم بالكلمات الغريبة منها أم بجموعها؟ إذا كان عارفا بالعربية، أتى التوضيح، مفرداتها وغرائبها. ومما روي أن الوزير القاسم ابن عبيد الله قد خشي لسان ابن الرومي، والمقصود هنا بكلمة لسان أي كلام ابن الرومي من شعر ونثر وما إلى ذلك. خشي لسان ابن الرومي هجاءه، فالكلام فيه مديح وفيه هجاء، فحدث القاسم بن فراس في ذلك وهو أعدى أعداء ابن الرومي، فقال له: أنا أكفيك ذلك، فأطعمه طعاما مسموما وهو في مجلس الوزير، وعندما أكله أحس بالسم فقام، فقال له الوزير: إلى أين تذهب؟ فقال: إلى الموضع الذي بعثتني إليه. فقال له: سلم على والدي. فقال ابن الرومي: ما طريقي إلى النار؟ بعد قراءتنا لهذا النص نأتي إلى مجموعة من الأمثلة لنتعرف على البدل. نأتي إلى مثالنا الأول، كتاب الأغاني لصاحبه أبي الفرج الأصفهاني. ومثالنا الثاني، كان ابن الرومي راوية لأستاذه ثعلب بن حماد. فما اسم صاحب الكتاب في المثال الأول؟ كما قلنا، صاحب الكتاب هو أبو الفرج الأصفهاني. ولاحظنا منذ قليل أن كلمة صاحب هي كلمة مهدت للكلمة التي أتت بعدها وهي أبي. ونلاحظ أمرا هنا، أن كلمة أبي تبعت كلمة صاحب بعلامة الإعراب، فصاحبه صاحبي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، أبي تعرب بدل مجرور وعلامة جره الياء. في المثال الثاني، من هو الاسم أو الأستاذ الذي قصده حين قال كان ابن الرومي راوية لأستاذه؟ نعم، هو ثعلب ابن حماد، هو الأستاذ المقصود.
فكان لابن الرومي أساتذة كثر، فكان الرومي راوية لأستاذه كي نزيل الوهم نزيل اللبس، أي من هذه هؤلاء الأساتذة؟ يأتي كلمة ثعلبي لتوضح ذلك، فهي كلمة صاحب هي التي مهدت لكلمة أبي الفرج، وأن كلمة أستاذ مهدت لكلمة ثعلب بن حماد، فكلمتا صاحب وأستاذ نسميها متبوعة أي مبدل منها، وكلمتا أبي الفرج وثعلب بن حماد تابعة أي بدل. إذن البدل هو التابع، وتابع للمبدل منه، ويتبعه هنا كما قلنا بعلامة الإعراب. فماذا نستنتج من ذلك؟ ما هو البدل؟ نعم، البدل هو تابع مقصود بالحكم يمهد له باسم قبله يسمى المبدل منه وهو المتبوع، ولا يمكن الاستغناء عنه. إذن نعيد، البدل هو تابع مقصود بالحكم يمهد له باسم قبله يسمى المبدل منه ولا يمكن الاستغناء عنه. ننتقل إلى مجموعتنا الثانية لنقرأ المثال الأول. في المثال الأول: الوزير القاسم ابن عبيد الله خشي لسان ابن الرومي. هل نستطيع أن نستغني عن كلمة الوزير؟ بالطبع لا، لأننا لو قلنا القاسم ابن عبيد الله خشي لسان ابن الرومي لما عرفنا من هذا قاسم ابن عبيد الله، ما كان عمله، ما كانت وظيفته أثناء ذلك. الوزير القاسم ابن عبيد الله خشي لسان ابن الرومي، أين البدل وأين المبدل منه؟ نعم، البدل هو القاسم والمبدل منه هو الوزير. أجاء البدل في هذا المثال مطابقا للمبدل منه ويدل على نفس المعنى؟ هل القاسم ابن عبيد الله دل على كلمة الوزير؟ حين سمعنا القاسم بن عبيد الله، طبعا في زمانه مجرد سماع اسم القاسم بن عبيد الله عرفوا أن الوزير، فكلمة القاسم بن عبيد الله دلت على ذلك الوزير بشكل كامل، وكلمة الوزير دلتنا على القاسم بن عبيد الله، فجاء البدل إذن مطابقا للمبدل منه ويدلان على معنى واحد، إذن هو بدل مطابق ونسميه بدل كل من كل. سميناه بذلك لأن البدل يطابق المبدل منه في المعنى والمدلول. إذن النوع الأول من أنواع البدل هو بدل كل من كل، وذلك إذا طابق البدل للمبدل منه ودل كلاهما على معنى واحد. فالوزير دلت على معنى هو ذاك الشخص، والقاسم بن عبيد الله دل على نفس الشخص. في مثالنا الثاني: كان عارفا بالعربية، طبعا والمقصود باللغة العربية، كان عارفا بالعربية مفرداتها. نعم، البدل هو كلمة مفرداته، والمبدل منه هو كلمة العربية، ولكن لاحظوا معي، هل المفردات والكلمات هذه، هل المفردات دلت على كل اللغة العربية؟ بالطبع لا، لم تدل على كل اللغة العربية، بل دلت على بعض هذه اللغة. فاللغة العربية فيها المفردات وفيها الغرائب وفيها الكلمات الجديدة وفيها الشعر وفيها النثر وفيها وفيها، فالمفردات هي جزء من اللغة العربية وهو جزء حقيقي منها. إذن يكون هنا البدل هو بدل منه،
فالبدل هو بعض المبدل منه وجزء حقيقي منه وليس كله، فهو بدل بعض من كل. إذن البدل قسمان عرفناهما، بدل كل من كل، وذلك إذا طابق البدل المبدل منه في المعنى والمدلول، وبدل بعض من كل ويكون البدل فيه جزءا حقيقيا من المبدل منه. في مثالنا الثالث، خشي الوزير لسان ابن الرومي هجاءه. الهجاء هو جزء حقيقي من اللسان، وهذا اللسان يشتمل على الهجاء. نعيد من جديد كي تتضح الصورة. نلاحظ هنا، هل الهجاء هو قسم من الكلام؟ نعم. ولاحظنا أيضا أن هذا الكلام عند ابن الرومي يشتمل على الهجاء. إذن الهجاء هو جزء حقيقي من اللسان، واللسان يشتمل على الهجاء، فيسمى هذا النوع من البدل بدل اشتمال. بدل اشتمال. نستنتج من كل ما سبق أنواع البدل، وهي: بدل مطابق، وهو بدل كل من كل، وفيه يطابق البدل المبدل منه في المعنى والمدلول. وبدل بعض من كل، ويكون البدل فيه جزءا حقيقيا من المبدل منه. وبدل الاشتمال، يكون البدل فيه متضمنا في المبدل منه. في المجموعة الثالثة نقرأ الكلمات الأمثلة التالية: حفظت شعر ابن الرومي داليته. داليته التي تعرفنا عليها في قصيدة طواه الردى، دالية ابن الرومي. حفظت شعر ابن الرومي، وشعر ابن الرومي يتضمن الكثير من القصائد، ويشمل الكثير الكثير من القصائد، ومن هذه القصائد داليته، وهي التي أعجبتني. فشعر ابن الرومي يشمل قصائد كثيرة ومنها الدالية، والدالية متضمنة في شعر ابن الرومي. اتضح إذن المثال الأول. المثال الثاني: تعجبني الغوطة هواءها. تعجبني طبعا بالنون، وهنالك خطأ بالكلمة حرف التاء، يجب أن يكون نونا. نتابع: تعجبني الغوطة هواؤها. تعجبني الغوطة والذهاب إليها. الغوطة فيها الهواء، وفيها الأشجار، وفيها الأرض، وفيها 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 أشياء كثيرة، فتعجبني من هذه الغوطة هذا الجزء منها، الهواء. كتب ابن الرومي أمالي المحدث قتيبة الثقفي. طبعا أمالي هو اسم كتاب كتبه ابن الرومي. كتب ابن الرومي أمالي المحدث قتيبة الثقفي. فنأتي إلى الأسئلة ونلاحظ في البدل والمبدل منه. في السؤال الأول، في المثال الأول: ما الضمير المتصل بلفظ البدل في كلا المثالين ألف وباء؟ انظروا إلى البدل، ما الذي اتصل منه في المثال الأول والثاني؟ أحسنتم، في المثال الأول اتصلت به هاء الغائب داليته، وهاء الغائب هذه عائدة إلى من؟ إلى شعر ابن الرومي داليته. وتعجبني الغوطة هواءها، نعم الهاء عائدة على الغوطة. في المثال الأول، ما هو نوع البدل؟ بدل اشتمال. في المثال الثالث، هل اتصل بالبدل شيء؟ لا، لم يتصل. نلاحظ أن الضمير
المتصل يطابق المبدل منه في التذكير والتأنيث. إذن ما هي أحكام البدل في المطابقة وفي وجود الضمير أو عدم وجوده؟ نلاحظ بداية أو قبل أن ننتقل إلى صفحة جديدة، كتب ابن الرومي أوالي أمال المحدث قتيبة الثقفي: ما هو نوع البدل في هذا المثال؟ المحدث قتيبة، نعم، بدل كل من كل. نستنتج إذن أحكام البدل. إذا كان البدل بعضا من كل أو بدل اشتمال، وجب أن يتصل به ضمير يعود على المبدل منه ويطابقه في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، ويتبع البدل أي التابع المبدل منه في علامة الإعراب. دعونا نقوم بحل هذه التدريبات قبل أن ننهي درسنا. حدد البدل والمبدل منه ونوع البدل. في هذا المثال: زرت دمشق قلعتها. أحسنتم، البدل قلعته والمبدل منه دمشق. ونلاحظ هنالك ضمير متصل بالبدل وهو ها، عائد على المبدل منه وهو دمشق، ويطابقه في التأنيث. ونلاحظ أيضا أن البدل يطابق المبدل منه بعلامة الإعراب، فدمشق مفعول به منصوب، وقلعة بدل منصوب. ونوع هذا البدل هو بدل بعض من كل. أعجبتني اللاذقية بحرها. نعم، بحرة هي بدل، اللاذقية مبدل منه، ونلاحظ وجود الضمير ها الذي اتصل بالمبدل بالبدل ودل على المبدل منه وطابقه بالإعراب وبالتثنية. أحترم هذا العالم تواضعه. تواضعه هذا العالم فيه أمور كثيرة ويشمل أمورا كثيرة، ففيه التواضع وفيه العلم وفيه حسن الخلق وفيه وفيه أمور كثيرة، أعجبني منها تواضعه. ما نوع البدل؟ البدل تواضع والمبدل منه العالم. ما نوع البدل؟ نعم، بدل اشتمال، لأن العالم اشتمل على أمور كثيرة واشتمل على هذا التواضع. ونلاحظ وجود الضمير ها تواضعه، هاء الغائب، عائد على المبدل منه العالم. قال الله تعالى: والسابقون. السابقون أولئك المقربون. أين البدل؟ لا، ليس السابقون. السابقون توكيد. نعم، أولئك، أولئك هي البدل. السابقون يؤكد الله تعالى: السابقون أولئك المقربون، وهو بدل كل من كل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه. نصف من؟ نعم، نصف الليل. فالليل مقسم إلى أجزاء، والنصف أحد هذه الأجزاء، فهو بعض من كل. ونلاحظ اتصال الضمير هاء الغائب نصفه، العائد على المبدل منه. إذن نستنتج القاعدة العامة لهذا النص: البدل تابع مقصود بالحكم يمهد له باسم قبله يسمى المبدل منه وهو المتبوع ولا يمكن الاستغناء عنه. أنواع البدل: بدل مطابق كل من كل، وفيه يطابق البدل المبدل منه في المعنى والمدلول، وبدل بعض من كل، ويكون البدل فيه جزءا حقيقيا من المبدل منه. بدل الاشتمال يكون البدل فيه متضمنا في المبدل منه. أحكام البدل: إذا كان البدل، ننتبه هنا، إذا كان البدل بعضا من كل
أو بدل اشتمال وجب أن يتصل به ضمير يعود على المبدل منه ويطابقه في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. أما إذا كان البدل كل من كل فليس من الواجب وجود هذا الضمير. أخيراً يتبع البدل التابع أي المبدل منه المتبوع في علامة الإعراب، وهذه النقطة الرئيسية التي يجب أن ننتبه إليها في أمر التوابع. عرفنا منها العطف، الصفة، التوكيد، واليوم تعرفنا على البدل. كل الشكر لحسن إصغائكم ودقة متابعتكم، وأرجو لكم دوام الصحة والعافية. كان معكم مدرس اللغة العربية إبراهيم ناصيف، أرجو لكم النجاح والتوفيق دائما، ودمتم سالمين.